وإنها مبادرة تستحق الانحناء عرفانا وتقديرا لاستضافة ولاية أضرار وجمع أضرار لهذه القارة. كما لا يفوتني التنوير وإسداء جزيل عبارات الامتنان إلى سيد مدير جامعة أضرار وطاقم المديرية كافة وكذا طاقم مديرية جامعة تلمسان على التعاون المثمر والحرص الحثيث على نجاح إخراج هذه الطبعة في حلة جديدة أكثر اتساعا وغنى بمشاركة باحثي الجامعتين في مبادرة منفردة جمعت جامعتين والتي ستكون دون شك منطلقا لمشاريع تعاون وشراكة أكثر شمولا وابتكارا. ابتدأت هذه السنة بمرافقة إنشاء ملحقة الطب. إن هذه المبادرات المشتركة تعتبر ترسيخا لروابط التاريخية العلمية والثقافية والأنثروبولوجية بين تلمسان وأضرار. وما أدراك ما أضرار؟ منارة العلم والمعرفة وقلعة الوطنية والثوابت والتي تسير بخطى ثابتة نحو المكانة الوطنية والإقليمية التي تليق بها، حيث نؤمن بأن هذه الروابط إنما تحتاج لمزيد من المواكبة والتعميق، وهو دور نطمح لأن تلعب الجامعة دورا مركزيا فيه نظرا لدور المجتمع للجامعة الذي يضيف أبعادا أكثر علمية ومنهجية لوشائج الأسرية والمعرفية والاجتماعية بين ولايتينا العزيزتين. العلم هو وحده الإمام المتبع في الحياة في الأقوال والأعمال والاعتقادات، هكذا قالها الشيخ ابن باديس، وهكذا جعلتنا ظروف الحياة نوقن أن حياة الأمم مضمونة بمستويات المعرفة التي تنتجها والتي تجعلها في خدمة المجتمع. على هذا الأساس استطاعت جمعية المرحوم مصطفى جعفور عبر ثلة من خيرة أبناء تلمسان أن تجعل من العلم والمعرفة سلاح المجتمع في مواجهة تحديات العصر، حيث عملت على تتمين البحوث الدكتورالية في جميع الميادين التي لها تأثير هام على المجال الاجتماعي الاقتصادي، وكذا تغطية بحوث الدكتوراه مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين. لا يسرني في هذه الكلمة المتواضعة إلا أن أحيي الهمة العالية لجميع المتسابقين اليوم والذين هم من خيرة باحثي الجامعتين، متمنيا لهم التوفيق والسداد، شاكرا جهود جميع من ساهم في تنظيم هذه التظاهرة والتدريب المتسابقين لإخراج هذا الحفل الختامي في أبهى حلة. اسمحوا لي أن أؤكد لكم من هذا المنظر أن جامعة تلمسان تضع كل خبرتها ومؤهلاتها ومعارفها في خدمة المجتمع سواء على الصعيدين المحلي والوطني، إيمانا منها بأن العلم هو قاطرة التنمية وبأن المؤسسات العلمية ما وجدت إلا لتكون في خدمة محيطها المباشر.